حسن. يلا جاهز، يلا شوي من بلش هذيك، وخلي الشباب يشتغلوا وراك عشان تبين صورة حلوة. يلا بينك الله تجعلك، لأنه أنا مش راح أسجل معي. تمام، نخت الصوت تكون بكل تسجيل. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مشاهدي قناة الجزيرة، مباشر نرحب بكم من سوق اللحوم في مدينة بيت لحم. من خلال هذه النافذة سنستطلع آراء التجار، تجار اللحوم، وأيضا المواطنين حول الارتفاع الملحوظ في أسعار اللحوم وخصوصا اللحوم الحمراء. على أي حال معنا هنا صاحب محل لحوم حمراء، الله يعطيك العافية. سهلا، شرفنا. كيف حالك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله، الله يسلمك. لاحظنا في الآونة الأخيرة اشتكاء من قبل المواطنين حول ارتفاع أسعار اللحوم، اللحوم الحمراء على وجه التحديد. نعم. لو تحكوا لنا كجزارين أنت شو الأسباب الرئيسية اللي بتقف وراء ارتفاع؟ أول شيء غلاء المونة الغذائية للعلاف، وعدم دعم المزارع للبضاعة اللي موجودة عنده، وقلة وغلاء الاستيراد البضاعة اللي داخلة من برا، ارتفاع مخيف في دخولها على البلادنا هنا. اللحمة كغيرها من البضائع ارتفعت بسبب الاستيراد؟ أشياء كثيرة ارتفعت، مش بس اللحمة، أشياء عندك أشياء كثيرة، يعني مش بس اللحمة، يعني أنتوا أدرى في الأمور هذه. يعني الضرائب المفروضة على الاستيراد بشكل عام، كمان في ارتفاع للحوم بشكل عام حتى استيراد اللحوم. نعم، في ضرائب، ارتفاع الضرائب وارتفاع المستلزمات للبضاعة اللي بتدخل على التاجر لبيت لحمات تصل للمواطن، بتصل غالية جدا. لو بتحكي لنا اليوم شو الاسعار بشكل عام مع اقتراب عيد الاضحى المبارك؟ الاجل الصغير لاجل الحليب 50 شيكل، بالنسبه للخروف ما يقارب من 85 ل 90 حسب جوده اللحمه. جوده اللحمه بتلعب دور في السعر. الجدي نفس الشيء؟ نفس الشيء، من 85 ل 90. هذا البضاعه جوده عاليه، يعني مش كامل، كامل بكون سعره تقريبا 80 شيكل ل 78. اما بدك تخلق مجزأ او في زباين باخذوه منظف ومظبط ومهندس، ممكن نصل من 85 ل 90 شيكل. يعني احنا بنحكي تقريبا 27 دولار للكيلو الواحد من اللحوم الحمراء تقريبا. طيب، يعني شايف انه مثلا الناس تقبل على شراء اللحوم رغم ارتفاع الاسعار؟ الوضع الحالي صعب جدا، فيش اقبال، دنيء جدا، لا يوجد اقبال بالمره. يعني ما تحسن بعد كورونا؟ لا لا، بلاش تدخل كمان مره. يعني ما تحسن الوضع عندكم بعد كورونا كمان او بعد؟ لا لا، يعني لا لا لا، ما تحسن بالمره. وضع الوضع الاقتصادي السيء كما زي ما هو، يعني حتى اقبال الناس ضعيف بشكل عام جدا، مش شويه، جدا جدا مش شويه. طيب، يعني انتم تضررتم كما قلت لي قبل هذا اللقاء، تضررتم من ارتفاع اللحوم كالمواطنين ايضا، هل هناك جهات مختصه حكوميه تدعم مثلا هذه القطاعات بشكل عام؟ ما فيش بالمره، فيش عندنا. لازم يدعموا المواطن، يدعموا المزارع، يدعموا، اهم شيء اقول لك يدعموا الموظفين، الموظفين اللي عندهم يدعموهم، يزيدوا معاشاتهم عشان يقدر يشتري كيلو اللحمه. ما دام ما بدعموا معاشه زي ما هو، في ارتفاع في كل شيء، في ارتفاع، ما بقدر اشتري لحمه، ما بقدر اشتري شغله. مش بس اللحمه ارتفعت، كل شيء ارتفع. ارتفاع السعر، سعر اليوم قائم يعني للاضاحي تقريبا قد ايه؟ كم؟ بدينار يقارب الثمان دنانير، من 8 ل 8.5، من 8 ل 8.5 ارتفع سعر الخروف. تقريبا متوسط كما زي ما حكى الشاب 500، من 400 ل 500 دينار للاضحيه، تقريبا من 500 ل 600 و700، يعني اقل ادنى شيء 500 دينار ادنى شيء. في ظل هذه الارتفاعات الموجوده بتتوقع انه يصير اقبال على شراء الاضاحي؟ انا بتوقع لا، بتوقع يعني في نسبه كبيره ناس قالوا مش مناش نضحي، وظيفيهم يعني، يعني الدخل مثلا دخله 2000 او 3000 شيكل، دخله 3000 شيكل بده يشتري ضحيه، بده يعيد، بده يصرف، بده يشتري، بده كيف، بده يحط، بتمكنك مش مجال يشتري. شكرا، شكرا لك، الله يعطيك العافيه. اذا هذا احد التجار يتحدث عن ارتفاع اسعار اللحوم الملحوظ، عن لحوم الخراف. نحن نتحدث عن السعر اليوم وصل تقريبا 28 دولار في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة في مدينة بيت لحم. السلام عليكم، الله يعطيك العافية، كيف حالك؟ الله يسلمك، حياك الله. أنت كمواطن موجود في هذا السوق، شو رأيك في أسعار اللحوم؟ والله يا سيدي غالية جدا،
جدا غالية، والله يعين الفقير يعني ما معوش، ما فيش يقدر يشتري لحم. إذا في ظل الدجاج كويس، في ظل ارتفاع الأسعار، أنت كمواطن مقبل على عيد الأضحى المبارك، راح تضحي؟ والله الحمد لله أنا عندي أضحي، بس غيري بجوز ما عندوش. يعني تتوقع أن الناس كثير ما تضحي؟ نعم نعم، لأنه أضحي حقها 500 دينار. أقل أضحية ممكن 500. منيح حق نعم. يعني الكيلو بثمن دنانير الواقف. يعني ممكن يرتفع كمان. وممكن يرتفع إذا صار عليه طلب، نعم. أما هو الحين اللحام بيطلب 40 شيكل الكيلو يذبحوا، يعني بيطلع أكثر من 8 دنانير. عشان هيك هذا غالي، والفقير ما بيقدر، أو الموظف بالأحرى ما بيقدر. موظف المعاش ما بيسمح لنا نشتري. لأنه معاشه ما بيشتري له ضحية، كل معاشه طول الشهر بيشتري له ضحية. في ظل الالتزامات الأخرى أكيد يعني ما بيقدر. ما بيقدرش 100% بيقدرش، وبعدين مش مجبور يشتري، لأن هي هذه سنة، مش ما دام مش مقتدر حرام تحمل نفسك شيء مش قادر تحمله. شكرا شكرا لك. نعم يعني هذا ما تحدث به معنا مواطن آخر، يعطيك العافية. أنا بعرف شو أحكي. نعم يعني كما استمعتم لمن تحدثون من الضيوف، هم بالفعل يشتكون من ارتفاع الأسعار بشكل عام. السلام عليكم، الله يعطيكم العافية. لك عافية يا ابني. خبرتك تبيع لحوم بيضاء. نعم صحيح. كيف الأسعار ارتفعت؟ حاليا طبيعي 12 شيكل الكيلو. يعني ما صار عليها ارتفاع زي اللحوم الحمراء؟ حاليا لا، بس كانت في رمضان مرتفعة. الطلب قل ممكن؟ صحيح، الوضع الاقتصادي سيء كثير. أنت كصاحب محل وكمواطن فلسطيني راح تضحي لهذا العام؟ إن شاء الله راح تضحي رغم ارتفاع الأسعار. إن شاء الله. تتوقع أن في ناس راح تقبل على شراء الأضاحي مثلا؟ بتوقع لا، لأنه غالي كثير، غالي كثير الأضاحي. يعني اليوم احنا بنحكي عن 8 دنانير قائم. نعم صحيح 8 دنانير. مقارنة بالعام السابق ممكن كان الوضع أفضل؟ كثير أفضل، يعني كان يصل 5.5 6 أكثر شيء يصل، بس في الوضع الحالي يعني 8 دنانير غلاء فاحش باعتبار. خصوصا ان الاوضاع الاقتصاديه بشكل عام يعني صعب. سيء كثير مش شويه، الوضع الاقتصادي الشعب الفلسطيني بمر فيه وضع سيء كثير. شكرا شكرا لك. اذا مستمرون معكم مشاهدينا الكرام من سوق اللحم في مدينه بيت لحم، وهذا الاستطلاع لاراء التجار والمواطنين حول اسعار اللحوم، وخصوصا اننا نقترب من عيد الأضحى المبارك. يعني في المجمل هناك أناس يقولون بأنهم لن يتمكنوا من تقديم الأضحية لهذا العام بسبب الارتفاع الملحوظ في أسعار اللحوم. كما تشاهدون هناك يعني تجار يعرضون بضاعتهم، هناك وفرة في البضاعة، لكن الإقبال بشكل عام ضعيف، ليس فقط على شراء الأضاحي بشكل عام، لكن شراء اللحم للاستخدام اليومي أيضا هو ضعيف كما نشاهد، وكما قال بعض التجار بسبب هذا الارتفاع الملحوظ في أسعار اللحوم الحمراء، سواء اللحوم المتعلقة بالعجول أو اللحوم الخراف. نعم كما تشاهدون هذا السوق من المفترض أن يكون هناك إقبال كبير على شراء اللحوم، لكن الوضع ليس على طبيعته. كما تشاهدون التجار يعرضون هذه البضاعة وأنتم تشاهدونها الآن على الكاميرا. السلام عليكم، الله يعطيك العافية، كيف حالك شو أخبارك؟ الله يرضى عليك الحمد لله. أنت كصاحب محل لحوم في هذا السوق كيف شايف الإقبال على شراء اللحوم؟ والله يا سيدي الحمد لله رب العالمين وضع كويس منيح وان شاء الله خير زي السنوات السابقه. يعني لا ان شاء الله هاي السنه افضل من اللي راحت رغم ارتفاع الاسعار. يعني في ارتفاع ولو يعني بنسبه معينه، بس بعض التجار حكوا ان ما في اقبال مثل المطلوب كل عام. والله يا سيدي اول شيء انت بتعرف وضع الظروف مش زي ما بدك، والاقتصاديه للناس الناس طالعه هذا مؤاخذه من سنه كورونا وخاشه في سنه جديده، والوضع مش زي كل مره يعني، بس ان شاء الله انه يعني الوضع السنه هذه افضل من السنه اللي عدت يعني بكثير. انت بتحكي عن شراء اللحوم قطاعي نعم صحيح. طيب الاضاحي بشكل عام كيف اسعارها راح تكون، وهل بتتوقع كتاجر ان يكون في اقبال عليها رغم الارتفاع في الاسعار؟ والله يا صديقي الاسعار العاليه هذه يعني الناس شويه صغيره ماخذ الامور انه الوضع مش يعني صدقا صعب شويه صغيره من ناحيه الاسعار عاليه جدا يعني ما
مثلا شريحة الموظفين بتمكنوا يشتروا أضاحي؟ والله بتصور ما ظنيش، والله ما ظنيش أن الموظف يعني كأضحية توصل مثلا سعرها إلى 450 دينار إلى 400 دينار، يعني يستحيل الموظف يعني يقدر يشتري. ربما تصل إلى 600 كمان. ما هي مش كل الأوزان واحد، الأوزان. حسب الأوزان يا صديقي. يا سيدي إن شاء الله خير، نطلب من ربنا أنه الله يفرج على الشعب، وإن شاء الله أنه الله بهونها. شكرا شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام، يعني سوق مدينة بيت لحم وسوق وأسعار اللحوم بشكل عام، يعني الإقبال حقيقة لا يرتقي للمستوى المطلوب. في السنوات السابقة كان الوضع أفضل بكثير من ناحية الإقبال على شراء اللحوم، ارتفاع الأسعار والأوضاع الاقتصادية التي تخيم على المواطنين وعلى طبقة الموظفين على وجه التحديد، يعني أدت إلى التراجع في الإقبال على شراء اللحوم بشكل عام. التجار في معظمهم أكدوا بأنهم يتوقعون أن يكون الإقبال على شراء الأضاحي لهذا العام ضعيف، كون أن الأسعار مرتفعة. نحن نتحدث عن الكيلو اليوم يصل إلى نحو 28 دولار، وهذا سعر مرتفع جدا ولا يتمكن المواطنون من شرائها. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.